بمناسبه 6 اكتوبر امبارح كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن محاوله السباح سيد الباروكي لعبور قناه السويس الجديده، طبعا ضمن احتفالات 6 اكتوبر كاول سباح يعبر القناه الجديده بزعانف المونو، واول سباح يعبر بين قارتي اسيا وافريقيا. كانت محاوله مهمه جدا بغض النظر يعني ان المحاوله نجحت ام لم تنجح. عموما تعالوا نتعرف على تفاصيل اكثر متعلقه بهذه المحاوله من خلال التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. بس حضرتك طبعا بشكرك، بس هو مش هنقول هارد لك، هنقول الحمد لله ان سيد باين ان المصريين عندهم عزيمه كبيره جدا. 5 ساعات و10 دقائق ضد التيار كلهم، انا ما شفتش سباح عام 5 ساعات و10 دقائق، ممكن تعوم ساعه وبعدين ساعه مع التيار وساعه ضد التيار ويكرر الموضوع ده تاني، انما 5 ساعات متواصل ويعوم اكتر من 5 ساعات و10 دقائق ضد التيار، الكلام ده ما حصلش. سيد بطل، امكانيات الهيئه هي النهارده اللي ساعدتنا، وايضا تعليمات الهيئه هي اللي خلتنا ان احنا نطلع، وده طبعا تعليمات لازم تنفذ، اوامر دوله لازم تنفذ. انما عايز اقول السيد لو كان في ال5 ساعات دول كنا ممكن نعبر بيهم المنش، لو الامور النهارده كانت طبيعيه كنا هيوصل لغايه النهارده لدنفاه مدينه الاسماعيليه. السيد عنده عزيمه انا ما شفتهاش عند اي سباح او اي بطل في السن ده، وخبراته الكبيره اللي عملها في بطولاته هي اللي هتخليه يعمل حاجه تانيه احسن واحسن باذن الله. التجربه في حد ذاتها حاجه كويسه في حق بلدنا، في حق قناتنا قناه السويس. احنا لما فكرنا ان احنا نعوم في قناه السويس ده كان من جانب ان احنا قناه السويس قناه اهم بكتير من بحر المنش، اهم من اي مجرى ملاحي في العالم، فاحنا قلنا ليه ما نعبرش قناه السويس بدل ما نعبر يعني عائق مائي قوي جدا اقوى من البحر المنش، وده اللي احنا قابلناه النهارده في بحيرات المره. لا الموضوع صعب، موضوع صعب يعني صعب جدا على اي سباح يعوم في البحيرات المره، الموضوع تقيل جدا. الحمد لله سيد 5 ساعات و10 دقائق بيقوم ضد التيار جوه البحيرات المره، حاجه فوق الصعب يعني مستحيل تشوف الـ يعني الصعوبات دي في بحر المنش. طبعا هنشكر سياده الفريق اسامه ربيع رئيس قناه السويس على كل الدعم للرياضه والرياضيين في الاسماعيليه، وزي ما انت شايف كده يوم جميل جدا، وبنشكر الكابتن سيد الباروكي على محاولته، ان شاء الله تبقى المره الجايه محاوله ناجحه، واحنا دعينا كل الشباب في الاسماعيليه وللشباب والولاد والاطفال يشوفوا الايفنت دوت، لان طبعا يعني حاجه جميله جدا، ونشجع الشباب على الرياضه، ولطول عمر طول عمر الهيئه قناه السويس بتشجع الرياضه، وبالاضافه ان في عديد من الملاعب وعديد من المنشات الرياضيه الكبيره ان شاء الله هيتم افتتاحه قريبا زي استاد الهيئه قناه السويس الدولي باذن الله. الحمد لله رب العالمين، احنا كنا متوقعين ان احنا نعمل محاوله في 6 ساعات، يعني 6 ساعات زي ما كنا متفقين، بس الظروف المناخ كان ضدنا. عمنا من 105 لحد 100 كيلو، دي كانت تيار ضدنا جدا. احنا قعدنا 3 ساعات في 5 كيلو، ده دي استحاله تحصل مع سباح. انا بعمل في 5 كيلو في الساعه، فمع ان النهارده عامل 3 ساعات عامل في 5 كيلو، كان الوضع صعب جدا والتيارات كلها كانت ضدنا، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نكمل ووصلنا لحد الكيلو، يعني عملنا حوالي 18 كيلو بعد ما طلعنا من بحيرات المره اللي هي تعتبر اصعب تيار في العالم. وصلنا لحد كيلو 89، بس الحمد لله قدر ما شاء فعل يعني بارتباط الملاحه اللي هي قناه السويس مع السفن وكده ما قدرناش نكمل، اضطرينا نطلع عشان خاطر ارتباطات الملاحه.